بجد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. أنا أحلى اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي عايز يشوفها حلوة على طول يشوفها من فوق دايما. أول مرة تسكن في العالي؟ أول مرة، بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة، زحمة وفقر وهوا فاسد، وناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. احنا خلاص مش هنعيش تحت تاني، هنعيش دايما فوق. انت بتشيل اليافطه ليه؟ خلاص المكتب مبقاش له لازمه. هو بعد ما سياده الوزير نجح خدك تحت باطه؟ انا ما اتحطش تحت الباط، انا دراعه اليمين مدير مكتبه. خلاص محل الاقامه هيتغير. ما تشوف لي وظيفه انا كمان. انت ما تنفعيش في الوظيفه، مرتب الوظيفه مش على مقالك، انت هترجع شرطتك الاصليه. خبر اسود ومنيل، انت مش تقولتني يا راجل انت عايز ترجعني للمرمطه تاني؟ ما تبقيش غبيه، هترجع شغلانتك الاصليه، دبلوم تجاره. انت مش دبلوم تجاره؟ اه. خلاص يبقى هتشتغلي في التجاره. انت كمان هتغير محل الاقامه. طب والشقه دي بقى هتعمل فيها ايه؟ دي هتبقى سكن للاسره. هم كمان هيغيروا محل الاقامه. انت احوالك غريبه ليه يا ابني؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيدور في راسك؟ بقى بعد ما خليتنا نقب على وش الديني وبقى لنا ملك وبقى لنا ارض، عاوز نسيب هيني وننزل نعيش في البندر. ايوه يا امه. واللي اقول لكم عليه تنفذوه. كل حاجة هتفضل هنا زي ما هي. أنا بس عايز أبعدكم عن عيون الناس وكلامهم، خصوصا وإحنا هنتوسع. أهو كده ابنك ركب الريح يا شلباعي، واخدنا في سكته يا نوفل. سيادة الوزير في مكتبه من 10 دقايق يا فندم. طيب. وانت عارف ده كويس. كل شيء قابل للمناقشة إلا تعليمات سيادة الرئيس. والله حاول تقابل سيادة الرئيس ويعرض له وجهة نظرك، إنما أنا ما أقدرش أعرض وجهة نظر غيري. ومهما كنت قريب من سيادة الرئيس. مع السلامة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. في شوية مسائل سريعة لازم سيادتك تاخد قرار فيها. فتحي أنا واثق فيك جدا، أي قرار تشوفه صح خده فورا واعتبر ده تفويض منك. سيادة الوزير، دي ثقة أخاف على نفسي منها، ومسؤولية أنا ما أقدرش عليها. أنا مشغول بحاجات كتير أهم من إداريات الوزارة، ده أنا ما صدقت إني اعترضت عليك عشان تشيل عني الهم ده. الراجل الكبير كل شوية يكلمني، مشاكل السياسة ما بتخلصش. يا فندم أنا قدام الثقة المطلقة دي ما أقدرش أقدم غير الولاء التام. هو بس في حاجة صغيرة. اطلب يا فتحي. الحزب، أمانة الحزب. الله، هو أنت بره الحزب لغاية دلوقتي؟ لما أنت ما تكونش في الحزب مين اللي يكون فيه؟ يا فندم أنا مش عايز حاجة من الحزب، أنا عايز العضوية علشان أكون جنب سيادتك، خصوصا وإحنا بقى عايزين نعيد ترتيب البيت من جديد. املى الاستمارة دي. شكرا سيادة الوزير.